نيمار يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. أول ركلة سينفذها نيمار، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزاء مذهلة. محرز يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. ثاني لاعب يسدد. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ثالث منفذي الركلات. اليسار، روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، يتقدم المسدد الثالث. هذه كرة في المرمى، 3-3. الأجواء نارية مشتعلة الآن. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. رابع لاعب ينفذ الركلة. ضربة مذهلة. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. هذه قد تكون ركلة الحسم. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ مهمة كبيرة وكان في الميعاد. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. يضعها على يمين الحارس. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ومع اللاعب السابع. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. تركيز رائع من حارس المرمى وتصدي مدهش. هذه قد تكون ركلة الحسم. هذه كرة الاطمئنان. يأتي دور المسدد الثامن. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا سلام، تنفيذ رائع. الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع بكل هدوء سددها في وسط المرمى. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. الجزائر يحاول يبقى على حظوظه قائمة الآن. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح.
عشر المسددين على اللائحة. ينقذها الحارس، يا سلام تألق الحارس في إنقاذ الكرة. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام بوداوي. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. اقتربنا من الحسم، اللاعب الحادي عشر ربما تكون له الكلمة. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. هذه قد تكون ركلة الحسم. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. الآن اللاعب المختص، لكن بالتأكيد عليه ضغط. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. والآن الدور على فينيسيوس جونيور. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام بونجاح. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. رودريجو يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. جابرييل جيسوس، حان دوره من اجل تسديد الركله. يضعها على اليمين، تسديده في منتهى الروعه، في منتهى القوه، بدأ انه مستحيل التصدي لها. الجزائر يجب التسجيل من اجل البقاء في المباراه. وسجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظه على امله. ريتشاردسون يحاول الحفاظ على تركيز الآن من أجل التسديد. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزاء مذهلة. الجزائر يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. كازيميرو يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وسجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. برونو غيماريش يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. يا هدوك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. ديفيد نيرس حان دوره من اجل تسديد الركله. يا لها من ثقه، يا لها من امكانيات. كره في المرمى. الجزائر يحاول يبقى على حظوظه قائمه الان. الجزائر يحاول يبقى على حظوظه قائمه الان. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. والآن الدور على دانييل لوب.
سددها على يسار حارس المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. الله، كرة في منتهى الروعة، خدها الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. إيدرسون يحاول الحفاظ على تركيزه الآن من أجل التسديد. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. نيمار يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، سددها بطريقة سيئة. هذه قد تكون ركلة الحسم. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. فينيسيوس جونيور، حان دوره من أجل تسديد الركلة. يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. رودريجو يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. والكرة إلى الجانب الأيمن، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. الجزائر يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. جابرييل جيسوس يحاول الحفاظ على تركيزه الآن من أجل التسديد. تسديدة في على الزاوية اليسرى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. الجزائر يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ريتشاردسون، حان دوره من أجل تسديد الركلة. لعبها بشكل رائع، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. كازيميرو يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الجزائر يحاول يبقى على حظوظ قائمة الآن. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. والآن الدور على برونو غيماريش. تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل الزملاء يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. هذه ربما تكون كرة الفوز. الآن قد يكتب التاريخ بأقدام بن سبعيني. ركلة أخيرة حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. نجح في حسم اللقاء لصالحه في النهاية بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة على نتيجة التعادل. كانت مباراة